العالم بيتقدم، السوق بيتطور، المنافسه بتزيد، هيفضل دايما في احتياج لخدمات ازيد واحسن وارتقاء بمستوى الخدمه. زمان في مود ما كانش لسه في مود جديده، كان بالنسبه لنا حلاوه الموضوع ان انا بنزل بلاقي كل الخدمات تحت البيت. دلوقتي بقينا عايشين في بابل شويه، فعايزين نعمل نفس الموضوع بس جوه البابل. عايزين دايما المشروع يخلص بفينيشنج هايل، فلازم يبقى تيم وورك وتبقى كل الرسومات شغاله مع بعض بحيث ان احنا نوصل للتارجت. اعتقد ان الناس زمان كانت بتدور على الرفاهيه بشكل كبير، انما دلوقتي بقى في خليط ما بين الرفاهيه والعمليه. انا الحقيقه شايف ان الوحدات النص فندقيه والوحدات الفندقيه هي واحده من اهم المنتجات العقاريه اللي كان بيحتاجها السوق المصري. في فرق كبير من كلمه مطور عقاري او حد بيعمل مشروع منفذ وخلاص. كل حاجه ليها علاقه بان انا بقدم لك فاسيليتي وخدمات انت محتاجاها، شيء مهم جدا بالنسبه للمطور، انه كل شويه بيقدم فكر جديد في المشروع بتاعه. هي مجموعه من النقاط او العوامل هي اللي بتنجح اي مشروع. كتير من المطورين المحترمين عرفوها وفهموها وبيقدموها من مشروع للتاني. اهم عامل انا اختار الكوميونتي، والكوميونتي تتضمن السيرفيسز والاماكن التجاريه and so on. فبالتالي هي سايكل كامله ان انا في الاخر اقدر اقدم منتج كويس عشان المشروع ينجح بجميع الاشكال يعني.